أما الأفعال البدعية في ذلك فنقول إن ثمة أفعال بدعية يفعلها بعض البدع ويظهر في ذلك في عمل الشيعة في هذا من تعظيم ذلك اليوم مصيبة وحزنا. نقول هذا اليوم يوم فرح وليس يوم حزن، وذلك وليس من أيام الحزن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه فرحا وتعظيما لله عز وجل، وذلك بأن الله عز وجل نجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يتوجه لله عز وجل بالشكر بإتيان بهذه العبادة. ونقول العبادة في ذلك توقيفية، وذلك أن الله عز وجل أهلك أمم كثيرة باغية ومع ذلك ما صمنا تلك الأيام، لأن حتى اختيار تلك الأيام ينبغي أن يكون اختيارا شرعيا لا يأتي من تلقاء الإنسان. فما طرأ فيما يفعله الرافضة في هذا اليوم من جعله موضعا للحزن ونحو ذلك، وذلك أيضا يظهر في أنه لما وافق هذا اليوم أو مقتل الحسين يوم عاشوراء قال أبوه من شريعة عبادة، وكذلك أيضا تقرب لله سبحانه وتعالى إلى كونه مأتم. نقول هذا من الأمور المنقوضة. الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا اليوم يوما معظما، فصامته بنو إسرائيل سواء من قوم موسى وقوم عيسى، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل مآتم لموت أحد من الناس. نقول لا أحد عند الله عز وجل أعظم من أنبيائه، فقتل جماعة من أنبياء الله عز وجل كيحيى وغيره، وقتل أيضا من الأجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كحمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى وعم النبي عليه الصلاة والسلام. وقف النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جثته ورآه قد بكرت بطنه وظهر فيه من المثلتي ما ظهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أصاب بمصيبة بعدك، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحشية وهو الذي قام بقتل حمزة وكان قد دخل في الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت الذي قتلت حمزة؟ قال أنا الذي فعلت ما بلغك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي في أمور الأحزان الذاتية التي تقع في الإنسان من مصائب وهموم أن يستدبرها ولا يجعلها تكدر حياته، فكيف بإحيائهم ما يدل على أن الأمر في ذلك مخالف. ثم أيضا إن هذه الأعمال التي يقومون فيها ليست من هدي أهل البيت أيضا المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كبناته وأبنائه، وكذلك أيضا أبناء عمومته كعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قتل عبد الرحمن بن ملجم، وكان علي عليه رضوان الله تعالى مات مقتولا كما لا يخفى في عام 40 للهجرة. أبناؤه من بعده وهم يعلمون موضع قتله وكالحسن والحسين وغيرهم، ومع ذلك ما فعل وهو أعظم عند النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه، وذلك لقرابته، ما يدل على أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لم يتخذ موته موضعا للمأتم ولا للتعظيم ولا للهضم ولا أيضا لشق الجيوب والنياحة وغير ذلك، وجعل ذلك أمرا دوريا. فالحسين عليه رضوان الله تعالى عاش بعد علي بن أبي طالب أكثر من 20 عاما، ومع ذلك عليه رضوان الله تعالى ما اتخذ ذلك موضعا للحزن، وهو أعلم الناس بيومه باليوم والتوقيت الذي قتل فيه أبوه عليه رضوان الله. كذلك أيضا الحسن بن علي فإنه عاش بعد أبيه قريبا من العقد، ومع ذلك ما جعل ذلك في موت أبيه، بل إن أيضا الحسين عليه رضوان الله تعالى في موت الحسن ما اتخذ ذلك أيضا موضعا للمأتم، وكذلك أيضا المقربين من الحسين عليه رضوان الله تعالى ما اتخذوا ذلك بعده موضعا للألم والأحزان، فإن هذا موضع جعله الله عز وجل شكرا، ما يدل على أن مثل هذا اليوم في وضعه وقلبه من فرح نصر الله عز وجل به نبي وأهلك في طغية إلى جعله قضية يحزن فيها ونحو ذلك. نقول هذا من الأمور التي هي من الأمور البدعية الظاهرة، فضلا عما يصاحبها من البدع والشركيات من استغاثة ومنادات الموتى وطلب تفريج الكربات وغفران الذنوب، وكذلك أيضا انتصار المظلوم وهم في أنفسهم بعد وفاتهم لا يملكون نصرا لأنفسهم فضلا عن غيرهم. ولهذا نقول أن في مثل هذا أن هذا من أمور الشركية الظاهرة، وكذلك أيضا ما يطرأ من هذا من البدع من اللطم وشق الجيوب وجرح الصبية والصغار والكبار ونحو ذلك، وما يطرأ من هذا أيضا من أمور تخالف العقل البشري، هذه من أمور بدعية التي ينبغي الإنسان أن يترفع عنه. ثم أيضا حتى من جهة العقل لو أراد الإنسان ينظر إلى ذلك أنه كل من أصيب بمصيبة ومات له عظيم اتخذ ذلك عيدا لكان عوام السنة كلها هي من أمور الأعياد، فلا يخلو يوم من أيام السنة من وجود إمام معظم في المسلمين قتل فينبغي في ذلك أن يتخذ ذلك مأتما. ثم لا يوجد من الأمم منذ أن بعث الله عز وجل وأنزل آدم عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض إلى يومنا هذا من اتخذوا موت أحد أو قائد من قوادهم مأتما على مد العصور يفعلون فيه ما يفعلون كما يفعل الرافضة. كذلك أيضا ينبغي
أن يراجع الإنسان في ذلك في ذلك عقله في ما يفعل في أمثال هذه الأمور. والأمر إنما هو مصيبة بليت بها الأمة ولم يبل بها طائفة بعينها، وذلك بقتل الحسين عليه رضوان الله تعالى، وهو من المصائب التي إذا ذكرها الإنسان قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهي قضية قد مضت وكانت في أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا يسأل الإنسان عما فعل ذلك الجيل، وإنما الله عز وجل يسأل ذلك الجيل، وعليه أن يمتثل ماذا؟ يمتثل حكم الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق ومصيبته بموته أعظم المصائب ما جاء بعده، ومع ذلك ما اتخذ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى موته موضعا لتعظيمه وتعظيم تلك البقعة، مما يدل على أن الأمة أمة عقيدة أمة توحيد أمة عبادة وأمة مبادئ، ينبغي أن تتمسك بهذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل، فإن تمسكت بها نجت، وإذا تعلقت بحوادث تاريخية تحولت من دين إلى 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 حسد أو غل أو ربما انتصار للذات.